تاريخنا صول يا سناك يا عين وتاريخ لفتبر روى تير روى تاريخ يا هلجنكا عالم كنا هنا كوي غان وصومالي ودن كوي غان لفتبر بيوتا إلا ترتيرو إلا ترتيرو ولوغو بدلو تاريخ يغفكي كميسها السيدي جري أما كميسها دا عدواها وديني أنا وسيدي وديني بان ولديني رياشا قرور سياسة ديتكا رون إيوه عدالة سودوادا مرحبا بكم سيكال يلا بو سودوادا قرور سياسة ديتكا رون تأي عدالة وأرورك شعبك رير بونتلان وأرور سيدك موغتا رون إي عدالة قرور سياسة ديتكاني وأرور وتاغن شعب كرير بنتلان دولة نمديسو إني سحنتو أو برح تراتو وأرور لو أساسي إن ودنكو آني كجرين وحمسوغ ماسوغا أو بطاطا بحديدة لو سيبا وأرور لو أساسي إن عدالة درادة حديدة لو سيبا ننجي عليسيغا إيو إحيسيغا إيو قرابة كيل كدولة نمادة دحلالة كجرة أو دولة نمادة إنا إن حديثة اللو سيبو وأرور كشقين إيا دانتا أمادة رير بونتلان بونشة رير بونتلان إيو رير بونتلان إيو بونتلان دانتا إذا كشقين إيا وأرور لوغو تاقلي شعب كرير بونتلان إني دب أهلان دلال دير نوصو قلي إن شعب كرير بنتلان أي دب أهلان أو أي هلان يوو يشان دولة نمدو دي إني يوو يشان حالك واقي هوري دولة نمدو أي كجرتي قعانتا كوحو كوبان أو ير أو كفا إيديستا يوو دانا شخصية أو كفا إيديستا أو دانا شخصية أي حتى أيهين هو هوادو كبابا أو يغن عرو دانين إنك رأنو دنين مانتا دادال دير كدير و سيخاس وليبا أرور كارون عد أرور سياسيات كارون عد ووصو قلي وحاي تاقن تاي إن عدكيني مانتا إذنكو آد ليديهين وحي حدا كدما يرى إذنكو آد يلم دونتان سياسيكي هير ديقمو هير قبل هير بارلمان إيه هير دولة ديت با ما أنت إذنكو عدك إذنك بريا يا أو إذنكو إيمانا يا تاسرا إلهي كسكو حمد جيدا مجيدا وحاي سكره يا صديتك هنت جالد أو ددال قارة أصو قلي كنت لان وديقا النبضة أو صوماليا ويرشيدا أمنيقا أيا أغوف الله يا حمد أيضا يدو أي جرتو عدالة درادة يبصغ درادة إنو حتى بشهرات كودي دريال كودي حاسس كودي عرور كودي إنت با إنو سيخل دان أساميي خادنا وحي نورو في الله دي نورا أمنيغا نحي نوصغان أرور سياسيات كاروني عدالة دوحو كشفتونا إليين هو كندا أي وهر ريان إذن كأمنيغو إنا ينغهلان إياغا إي حاسس كودي عرور تودا حديا الله إدمو أمور سياسية كرونة يعجالة وهم ماشي كساري دونا أولاد دقالبي دونا قبوت فلاد اللوك جيستو هاوينك هداي تاي كبسي هداي تاي سوعيد إلا صوت الشمالين كالاقا صوحو هداي تاي إن سياسة دلقا فغوغو هداي تاي إن سيكال اللوك وحد قدبو إن تبا ماشي أيو كساري دونا هدي الله إدمو أرور سياسة ديتكا كنت هي عدالة وحو سبو حدا ودي فاحي دونا جيريانكا نمادا إيو سياسة دا هاي كل سنت هاي دولة نمادا بوتي هنا كاديك دونا من نظيفة أو برحكرن أو كم مدح بنان مسوخ ماسوخ كم مدح بنان يالد كم مدح بنان ننجي عليسي كم مدح بنان ظلمي انت با كم مدح بنان وحو سيحي دونا هير كي دون تبا هنو قلتني كم كيه عدالة
oo xaqiiqatan maanta ay jiraan dad inaga ina kamida oo xad gudub qaba ama xabsiyada ugu jira iyagoo aan maxkamad la saarin ama ugu jira iyada oo si ka dhanna dastuurka iyaga lagu khasbay intaan dambi aan lahayn dastuurka halka uu ka qabo qofka inaan lagu khasbi karin dambi inuu xirto urur siyaasadeedka runta iyo cadaalad wuxuu ka safan yahay dhinaca shacabka waxa iska leh si buuxda u leh shacabka reer Puntland shaqsi ma leh shaqsiyaad ma leh kooxo gaar abaabulan oo siyaasadda iyagu dan gaara kale ma leh ururka urur siyaasadeedka runta iyo cadaalad wuxuu si buuxda u difaacayaa mabaadi'da ay ku dhisan tahay dowladda Puntland ee ka mid ah dowladaha federaalka ka mid ah ee Puntland waxaanu wax laga xumaado oo nasiib darro ah ku tilmaameynaa in dowladdayadii federaalku ay baasaysato in shacabka iyagu uu doorasho u dareeri doono 25-ka bisha May waxaanu leenahay shacabka reer Puntland weligood hormood bay u ahaayeen ummadda Soomaaliyeed dhinaca siyaasadda iyo saxiidda siyaasadda iyo dowladnimada ha baasaysanina wax dhib ah oo shucuubta shacabka Soomaaliyeed oo maamul goboleedada kale ama dowladda kale xubnaha ka federaalka iyo dowladda federaalka midna khatar kuma aha 25-ka maajo ama May inaan shacabka reer Puntland inuu doorasho aado booliska inuu aado oo uu codeeyo waxaanu dalbanaynaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu labadaba hadalladii xanafta lahaa ee aan u aragnay inay ahaayeen kuwa aad iyo aad noo dhibay raalligelin ka bixiyaan kana noqdaan nagama qabato annagoo dowladda federaalka dhisnay oo wax walba ku bixinay dowladaha kale xubnaha ka dhisnay oo ilaa maanta taageero la garabtaan nama qabato arrintaa waxa shacabka reer Soomaaliyeed nama qabato shacabka reer Soomaaliyeed waa garab taaganahay waa la xanuunsanayna waa difaacayna dhiigayga u hurray waxaanu ka akhrinaynaa ma jiro in la dulmo ma ogolin iyaga iyo cid kale oo Soomaaliyeed in la dulmo midna ma ogolin shacabka reer Puntland inuu isagu isdulmo waa diiday inuu dad kale dulmo waa diiday iyaga in la dulmo waa diideen dadka Soomaaliyeed inay isdulmaan ama qolo qolo ay dulantaan ay dulantaana waa diiday dulmiga soomaaynaan diidin cadaalad sooma rabno maamul wanaagsan sooma rabno sooma rabno in wax nidaamka iyagoo dhan inuu si wanaagsan ugu shaqaynayo sooma rabno waxa weeye waxaynu u codaynaynaa aragtiyaha run cad run iyo cadaalad baynu u codaynaynaa intaa ma la garday taasaynu u codaynaynaa 25-ka May haddii alla idmo in taariikhda sool iyo sanaag iyo cayn waa taariikh lafdhabar u ah tiir u ah taariikhdii halganka caalamkuna ina ku yaqaano soomaali oo dhan ku yaqaan lafdhabar bay u tahay in la tirtiro in la tirtiro oo lagu bedelo taariikhdii qofkii gumaystaha sidi jiray ama gumaystaha daacadda u ahaa waa diidnay anagu siday u diideen baan ula diidnay sida iyagu u diideen baanu ula diidnay dalka in la kala gooyo ayaa siday u diideen baanu ula diidnay inaanu difaacno midnimada siday u difaacayaano diyaar u yahay inaanu la difaacno baanu isla garanay dowladnimada Soomaaliya inaanu hagaajinno dastuurka federaalka in la dabaqo in la waafajiyo dasaatiirta kale ee dowladaha xubnaha ka federaalka wax walbaanu ku bixinay waa garab taaganahay dowladnimadu inay noo shaqayso sharcigu inuu sarreeyo sharci darada iyo fowladuna in la aaso ayaanu garanay soo sidaa ma aha 25-ka May inuu codaynaynaa magacayga
aniga shortaya oo aad taqaanaan inaan inta u doodayay in shacabka reer Puntland inay codkooda iyo helaan awooddooda ay helaan iyo magaca urur siyaasadeedka run iyo cadaalad rag iyo hablaba waxaan idinku weydiistay umada reer Puntland guud ahaantiin codka inaad nasiisaan warba garatay inaad nasiisaan Allah idin barakeeyo ogtahay macmiileen bangiga salaam bankii uu gaar leeyahay adigoo aan tagin xarumaha salaam bankii inaad lacag dhigan kartid bangiga haddaba macmiil si aad akoonkaaga lacag u dhigatid falna raac tilmaamaha soo socda garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga salaam xidig lacagta aad direyso kadibna afar gees ku qor macluumaadkaaga faahfaahinta lacagta aad dhigaysid si aad u hesho tixraac geli lambar sireedkaaga sahalka si aad u dhigatid lacagta ma ogtahay in shirkadda Golis ay ku keentay internetka ugu xawaaraha sarreeya dalka iyadoo macaamiisheeda u diyaarisay saddex fiber cable-kaas oo gebi ahaanba meesha ka saaraya in marna aanu kaa goyn internetka shirkadda Golis waxa ay diyaar kuula tahay in ay kuu geliso gurigaaga xafiiskaaga iyo meheradahaaga kala duwan garaac 881 oo hadda dalbo internetkaaha qabtira baahiyahaaga internet adduunkana aad kula xiriirtid mar walba